شكرا كثير سارة. رومي بعت لي المصاري اللي اعطيتي اياهم. هي عملت كل شيء بقدر انا اعمل لك اياه لحتى شوه سمعة مرت ابوكي يلي بدك اياه. صار احسان لازم بهي الفترة يفقد الثقة ببنته سارة لدرجة يكون هو مستعد يزوجها لاول حدا بيجي يطلبها مين ما كان. عن جد انك وحدة كثير تافهة، كيف بتتجرأي؟ سارة اوعك تاني مرة ترفعي ايدك عليها، عم تفهمي؟ ولا ولا شو؟ بابا بتعرف انه ما في اطيب من اكل البيت؟ صح حكي ولا لا؟ سارة تأخرت، ليش ما رجعت لهلا؟ ليش أنا ما خبرتكم أنها طلعت مع رفقاتها؟ بتكون هلا على الطريق. شو صاير بابا؟ مبين عليك زعلان، صاير معك شي؟ لا لا بنتي مو صاير شي. طيب أنا رح أحكي مع سارة وشوف وينها لكان. لا ما في داعي، شوي وبترجع. شو كأنك مخبي عني شي؟ ماني مخبي شي حبيبتي. شو رأيك بزواج بنتك سارة من ابن عمي مظهر؟ أكيد أمي خبرتك. فكرت بالموضوع يا ترى؟ الزلمة آدمي وأموره منيحة. انسى الموضوع بقى سارم، كم مرة قلت لك إنه سارة رفضت هذا الزواج؟ بس أكيد بتكون رفضت بدون ما تفكر. لك هي لساتها صغيرة وما بتعرف شو الشيء المنيح بالنسبة لإلها. عمي أنا برأيي تفكر أكثر بموضوع الزواج، هيك أحسن. أصلاً هنن مو مستعجلين وممكن إنه يستنوا لحتى تخلص سارة دراستها. منشوف. بيلا سمعت إنك بتحبي السلطة الروسية، صح الحكي؟ أنا رح أعملك إياها اليوم المساء. شكراً، ما في داعي تعذبي حالك مشاني. لا ما بيصير هالحكي، أنت ضيفتنا وبتعرفي إكرام الضيف واجب حبيبتي. إيه بس نحنا مالنا ضيوف، هذا بيتنا وملكنا، فلو سمحتي لا تعملي لي فيها ضيوف لأنه هاد بيتي أنا. طيب استنى شوي هون. لك فهمني انت ليش ما عم تسمع كلامي؟ حتى لو انا وافقت فتأكد انه احسان ما راح يوافق على هالزواج. هذا زلمه من عالم تاني تماما وشايف حاله كتير. عرفت على الموبايل قديش بيكرهك، كيف بدك ياني وافق على الزواج؟ لك انا عم بحكي مشان كرامتك يا ابني. وحتى ساره هاي البنت انانيه وعنيده كتير، عم ترشي العالم لتشوه سمعه مرت ابوها، فشو رح تعمل فينا لكان؟ ليك ابني مبين انه هالبنت عنيده وصاحبه مشاكل. بلاها في ألف بنت غيرها بتتمناك يا ابني. خلص انساها، ساره ما بتناسبنا نهائيا. نحن بدنا بنت تحافظ على سلام هذا البيت، بدنا اياها تنسجم معنا. ليك حبيبي انت بتكون ابننا الوحيد، وانا ما فيني دمر سلام بيتي بزواجك من هاي البنت الغنيه المدلله. خلص انساها رومي. أمي سارة أوه لكان هي هي البنت الأنانية العنيدة واللي عم بتخليك تتجادل مع أهلك وتنسى أخلاقك. انعم على قلبك بسببها حتى بطلت تعرف تفرق بين الصح والغلط. أمي خلص سارة طلعي لبرا، أنا جاي. بالمناسبة أنت ليش تركتي بيت أبوكي وراكي وإجيتي لهون؟ لا خلاص أنا قلت لك من قبل البنت أنانية وما بتفكر غير بحالها. شايف اليوم طلعت من بيت أبوها وبكرة بتطلع من بيت زوجها وعلى أصغر شغلة. طبعاً كيف بده الواحد يوثق ببنت غنية ومدللة مثلها اللي بيتربى عند السيد. بابا ماما
خلصنا. سارة أنا آسف كتير. نيكي، ما في شي بيناتنا وبينك نهائياً. أنت بنت متعلمة وحلوة وعيلتك معروفة، مستحيل ما يكون في حدا عارض عليك الزواج، بتلاقي أحسن شاب بالدنيا، بس ما منقدر نخليك تصيري مرت ابننا. لأنه أبوك يهنى وبعت ابننا الوحيد على السجن، وأنا ما فيني أنسى هالشي كل حياتي. كيف بدك يعني أتقبلك تكوني مرت ابني؟ فيك تروحي هلا. سارة استني. لك أنتو دمرتوا لي حياتي. سارة. سارة. سارة أنا رح أقنعهم، بس أعطيني فرصة. ما في داعي تعذب حالك. فهمني شو فائدة هذا الزواج؟ هنن آخذين فكرة غلط عني، خلاص هنن ما بدهم يعني. صحيح إنه أبوك وأمك عندهم الحق يرفضوا هذا الزواج، بس مالهم حق يهينوني بهالطريقة. خلص انساني. سارة بترجاكي لا تروحي هيك. سارة أنا ما فيني بلاكي. شو من شان الحب يلي بقلبي ما له قيمة عندك يعني؟ يلي بيحبوا بعض مستحيل إنه يتفارقوا. يا سارة بدك تتركيني وتروحي هيك؟ خلص ما بدي اسمع هالحكي الفاضي هاد. أنا ما بدي اتزوج من ابن الماما، فهمت؟ لك ما فيك تعمل شي بدون موافقتها، ما عندك قيمة ببيتك وما فيك تاخد قرار. لك أنا بنته، ما في حدا قدر يجبرني على شي. الزلمة يلي ما بيقدر يعمل شي من دون رضا أهله مستحيل فكر إني اتزوجه أبدا. يلا زاهي. سارة استني، لو سمحتي اسمعيني شوي. ليكي ما فيك تتركيني هيك. سارة لازم تتزوجيني فورا، مو مهم إذا أهلي وافقوا ولا لا. عم تفهمي علي؟ سارة استني. شو هالحظ؟ ليش كذبتي علي؟ وبشو كذبت؟ قلتي لي انك رايحة لعند رفيقك، ليش ما خبرتيني انه كان رومي؟ لو كنت بعرف هذا الحكي ما كنت جبتك لهون ولا دقيقة واحدة. ما بدي احكي بخصوص هالموضوع هلا، خليك بشغلك ووصلني هالبيت بسرعة. طيب ما بدك تروحي على الفندق؟ لا، تركت بيتي لسبب واحد، تركته مشان رومي بس. بسيطة. بابا اتصل شوف وين سارة، أنا قلقت عليها كتير. ليك سارة وصلت. سارة؟ لك سارة وين كنتي؟ صار لي زمان عم بستناكي. لك ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ احكي لي، مو أنا أختك؟ بابا شوف سارة عم تبكي، ما عم ترضى تقلي شو صاير. لك سارة احكي لي شو صاير. بابا شبهها. صح انها كبرت بس لساتها طفلة صغيرة. التنتين عنيدات ومدللات كتير. كيف عم تتعامل مع بيلا؟ سارة شو صاير لها؟ سارة شبك بنتي؟ شوفي ليكي، أنا فهمانة اللي عم بتمري فيه سارة. إيه بس ما في داعي نحاول نقنع بابا. شازمة ممثلة شاطرة وبتعرف تأثر بالكل بطريقتها، ولو كان شخص تاني مكان بابا فأكيد كان رح يصدقها فوراً. هي كسبت ثقته وأنتي عم تاخدي قرارات غبية. أنتي هيك عم بتخلي بابا يثق فيها أكتر؟ ها أنا بعرف حالي منيح شو عم قول. سارة
لا تخربي علاقتك ببابا بسببه، لأنه بعدين مستحيل يسامحك. ما فيني ابنه فكر إنه بابا ممكن يكرهني بيوم من الأيام. أبي بلش يكرهني من هلأ بيلا. لا سارة، أنتي ما بتعرفي بابا قديش بيحبك وما رح يتخلى عنك. لك هاد مجرد زعل، بكرة بتشوفي وقت هي شازمة تطلع من هون فرح ينحل كل سوء التفاهم. ما رح تروح على مكان، لازم اطلع من البيت. شو قلتي؟ لك بدك ترجعي تتركي البيت مرة تانية؟ بابا زعلان منك كتير هلأ، وحتى ما بده يحكي معك. منعك تطلعي من البيت وأنا أقنعته يغير رأيه. سارة ما في داعي لكل هالمشاكل. أنا برأيي هلأ تنسي العتب واللوم، بس فكري بعقلك شوي. ما بنكر إنه رومي شاب منيح، غير هيك هو بيحبك كتير، بس لا بابا رح يوافق ولا حتى عيلته كمان. بيلا أنا ماني مهتمة برومي هالقد، أنا عم حاول لاقي طريقة خلص حالي من هديك المرة، وعطيت رومي الضوء الأخضر لحتى يقول هيك. الزواج مانو لعبة سارة، هاي مسألة حياة أو موت، وإذا ما بتحبيه لرومي عن جد فكيف بدك تعيشي معه حياتك كلها؟ هو بيحبني كتير بيلا، أنا شفته بعيوني عم يتخانق مع أهله ليتزوجني، حتى ممكن إنه يخاطر بحياته مشاني. رومي شخص عاطفي كتير وبيحبني أكتر من القريب، خايفة يعمل شي بحاله. شو ما كان انسي كل شي عنه واتزوج الشخص يلي بابا اختاره. هاد يلي بدك ياه أعمله؟ هالشي ما رح يصير طول ما أنا عايشة، ما في داعي تخافي من هالقصة أبدا. رح ننتقل على كراتشي عن قريب، ووقتها فيكي تجي تضلي عنا، فلا تاكليها. شو صار اليوم؟ وين راحت سارة؟ كانت مع رفقاتها اليوم، قلت لك من قبل. عم تخبي شي عني؟ وليش بدي خبي عنك سارة؟ اليوم طلعت سارة من البيت مشان تروح تشوف حبيبها. كنت جاي على غرفتها وسمعتكن عم تحكوا، ومرت أبوكي شازمة كانت عم تتمسخر على كل كلمة قالتها. شو الموضوع بيلا؟ ومين هذا رومي؟ سارم هذا رفيقة بس، والموضوع مو مثل ما أناك مفكر. سارم أنا متورطة معه بس يلي صار مع شازمة غريب. لك بدها تطلع من البيت مشانه وبتقولوا لي مجرد رفيق؟ تفضلي فهميني، لأنه أنا شكلي ما عم أفهم. على مين عم تضحكي؟ سارم القصة إنه أمي طلبت إيدها رسمياً، بس هي حتى ما فكرت بالموضوع، رفضتها فوراً وبدون أي تفكير. شو هالأنانية هي؟ وأنت كمان ما حاولتي تقنعيها. هالبنت عنيدة وما بتفكر غير بحالة بس، والأفضل إنه تبعدي عنها. إيه بس هي أختي الوحيدة سارم، ما عندي حدا غيرها أنا بكل هالدنيا. بس أنا ما عم قلك تبعدي عنها على طول، بس خلي في مسافة بينك وبينها، يعني ما في داعي تضلوا تحكوا طول الوقت. ما بدي يصير أي مشاكل بحياتنا بسببها، لو سمحتي لا تطلبي منا أنه تجي تعيش معنا بالبيت أبدا، لأنه أنا مو ناقصني توتر بسبب أي حدا. فيني فوت استاذ؟ تفضل. ايه استاذ. ما قلت لي وين كانت سارة امبارح؟ ايه استاذ، كانت زعلانة ومعصبة كتير. ايه وشو صار بعدين؟ لوين راحت سارة؟ يلا احكي لنا الحقيقة. سارة راحت لعند رفيقتها أليشبا، وهي كل القصة. طيب فيك تروح. حاضر. ليك إحسان، هذا عم بيكذب عليك. أكيد بتكون سارة دفعت له مصاري لحتى يضل ساكت، ولولا هيك كان قالك إنه راحت مشان تشوف هداك رومي. خلصنا شازمة،
ما فيك تحكي عن سارة بهي الطريقة، عم تفهمي؟ بدك تخليني اسكت مو هيك؟ ايه بس شو بدك تخبر العالم وقت بنتك بتترك البيت وبتمشي؟ لازم تحمد ربك انك مسكت بنتك قبل ما يدرى حدا بعملتها، وإلا كنا رح نضل خجلانين من العالم طول عمرنا بسبب أفعال الطايشة. إذا قبلت بهالشي ولا لا، هي راحت تشوف رومي، وزاهين عم بيكذب عليك لأنه سارة طلبت منه ما يخبرك باللي عملته. بس زاهين مستحيل يكذب علي، وإذا قال إنه سارة راحت لعند رفيقتها فبتكون راحت. غريب أنت، أنت بتوثق بشقفة شوفير أكتر ما أنك واثق ببنتك. بسيطة، كانت وظيفتي خبرك بالحقيقة وهيك عملت. إحسان لسه معك وقت، لازم تزوج سارة فورا. أنا بنصحك تخلي سارة تتزوج من الشخص يلي بتحبه، صدقني هيك أحسن. أنا قدران أخذ قرار بخصوص بنتي لحالي، وماني بحاجة نصيحة من حدا أبدا. سألني الأستاذ إحسان عنك، بس أنا ما خبرته أنك رحتي تشوفي رومي. سارة، أنا بدي إياكي توعديني بشغلة. أحسن شي بتعملي إنه تقطعي علاقتك برومي بشكل نهائي، وإلا الأستاذ إحسان رح يزعل كتير. ومين حضرتك لتخبرني شو لازم أعمل؟ هاد شي شخصي ما لك علاقة فيه. بعرف إنه شي شخصي، ليش لشقفت شوفيري يتدخل بحياتك الشخصية؟ بس الأستاذ إحسان قال لي إنه أنت من مسؤوليتي، وأنا عم أتدخل فيكي لهذا السبب، لهيك بعدي عن رومي. هذا الشاب ما بيلبق لك بأي شكل من الأشكال. شو بتعرف عنه؟ ما بتعرف عنه شي. ما في داعي أعرف أكتر من هيك أبداً، اللي شفته بكفي وبيوفي. خربتي علاقتك بأبوكي لأنك رديتي عليه، وهاد دليل إنه هو ما بيناسبك، لأنه إذا كان مخلص إليك وبيحبك ما كان خرب لك حياتك هيك. خلصنا زاهين، ما عاد بدي اسمع منك حرف واحد. طيب، لكن لا بقى تتوقعي مني انه كذب على الاستاذ احسان مشانك مرة تانية. طلبت منك تكذب مشاني؟ كان لازم تخبره بالحقيقة. اساسا انا ما عاد يفرق معي شيء ابدا. بابا اسمعني، سارة بدها تحكي معك بموضوع. تعالي. انا آسفة كتير بابا، انا ما بقى اطلع من البيت مرة تانية، وبوعدك اني ما رح اعمل شي ضايقك بعد اليوم. أنا عن جد آسفة. منيح، منيح حسيتي بغلطك وأخيرا. بس هالشي ما بيكفي سارة، لحتى سامحك أنت لازم توعديني أنك ما عاد تفكري أبدا أنه تتركي بيت أبوكي وتروحي بهالطريقة البشعة ومشان رومي. بصراحة أنا مالي موافق تحكي معه وتطلعي تشوفيه، لهيك هالشي بدك تشيليه من بالك، عم تفهمي سارة؟ بابا أنت كمان بدك توعدني إنك ما رح تزوجني هلأ بنوم. بابا أنا ما بدي أتزوج هلأ، وأنت لازم تعرف إنه يلي صار مبارح كانت ورا مرتك شازمة. بابا هي اللي حطت تيابي بالشنطة لما أنا كنت غايبة، لهيك. بس بنتي، ما عاد بدي أسمع هالسيرة هي. قلتي لي إنك ما رح تغلطي مرة تانية، لهالسبب أنا رح أوثق فيكي سارة، ماشي؟ بس أنا ما عاد بدي أسمع شي عن هالموضوع. شفتوا؟ طلع الموضوع سهل، مجرد اعتذار صلح كل شي وحل سوء التفاهم كله. بابا أنا بحبك كتير. وأنا كمان بحبك. بابا؟ خلينا نروح رحلة، شو رأيك؟ رح خلي سارة يحجز لنا رحلة على البحر، يعني اعتبروها احتفال بالصلحة. ايه ليش لا، فكرة حلوة. اتفقنا. جهزوا حالكن. استاذ؟ نعم. اجا الاستاذ وهاج لهون، خليته يقعد بغرفة الرسم. طيب انا شوي وبجي. حاضر. خدي هاد من ايدي. شطورة.
السلام عليكم. وعليكم السلام، خير؟ ليش جاي لهون؟ آسف كتير، يمكن إجيت بوقت مو مناسب. بصراحة أنا كان بدي خليك تشوف كم عرض ضروري، لأنه في اجتماع مهم بحاجة تناقش جدول أعمال بكرة، وكمان محتاج لتوقيعك على الميزانية. إيه تمام. أهلين، بعرفك زوج بنتي، الأستاذ سارم مالك. سارم هذا وحاش. تشرفت فيك. أنا بالأكتر أستاذ، أنا سمعت عنك أخبار حلوة. بصراحة هذا شرف لإلي، بتمنى أكون قدها. إيه شو بتحب تشرب، شاي ولا قهوة؟ لا ما في داعي، أنا ما بدي أعذبكم، أنا بس إجيت بخصوص الأوراق هدول وما رح أخذ من وقتكم كتير. ما بيصير، لازم تشرب قهوة على الأقل. رح قلن لك. ماشي ابني، شكرا لك، تفضل ارتاح. تفضل. شكرا. سارة حتتزوج من رومي وبس. ليش عم تخبريني يعني؟ وهاج أنا عم خبرك لحتى تطلع هالأفكار من راسك وتعرف حدودك منيح. برأيي خليك بشغلك، عم تفهم؟ السلام عليكم مدام. شو كيف الوضع اليوم؟ غريب، ليش البيت كتير هادي؟ شو ما أجوا لسه مو هيك؟ لا مدام، جيب لك الأكل هلا؟ ما بدي، أنا أكلت، بس جيبي لي القهوة. أي صح، شو في أخبار؟ الأستاذ وهاج إجا على البيت اليوم. وهاج إجا لهون؟ إيه. شو جابه يا ترى، وأي ساعة إجا؟ هو إجا الساعة 5، بصراحة كان بده يشوف الأستاذ إحسان لياخد توقيعه وبعدين راح. طيب روحي جيبي لي قهوة. شو قاعد عم تقرا من الصبح؟ كيف إلك مراق اصلا؟ شوية اخبار، شو بدي اقرا يعني؟ تفضلي امي، هذا راتبي الاول، مبروك. عن جد؟ بس بدي اخذ معي 20,000 من الراتب والباقي إلك. ايه هاد هو ابن البطل، الله يحميك ويرزقك اضعاف يا ابني. ليش 20,000؟ 15,000 ما بيكفوا؟ أمي أنا بدي أشتري قمصان جديدة، ووعدت مرت أخي أخدكن مشان نتعشى برا سوا. عندك كتير تياب، لشو القمصان ابني؟ بعدين أنت شو بدك بمرت أخوك؟ اسمع مني، بكرة بتتعود على هالشغلة وبتصير واجب. هي ما بتنعطى وش أبداً، بتصير كل يوم بدها تأكل برا. خليه يعمل اللي بده إياه، هو حر هلا،
الوضع كان مختلف قبل. هو صار عم يشتغل مع الأستاذ أحسان وعم يشوف أشخاص مهمين كل يوم بالشغل. طيب ماشي، بس من الشهر الجاي ما رح تاخد غير 15,000 بس، ورح ضبلك الباقي مشان زوجك. أنا بعرف مصلحتك، بكرة بتلاقيهم ورح تدعي لي وقتها. صدقيني ما في داعي أمي، صرفي المصاري على البيت أحسن، خلي وضعنا يتحسن. إذا بدك وقت بتاخدي مصاري من اللجنة مشان الكنبايات المستعملة بغرفة الرسم، هدول المصاري فيك تضبي منهم شوي والباقي بتصرفيهم. شو قصتك زاهين؟ مصاريف البيت من راتب أبوك، الله يطول بعمره ويضل منور البيت على طول. لك راتب أنور يا دوب عم ندفع فيه فاتورة الكهرباء، مع أنه صار له سنتين بهالشغل، بس شكله ما في أمل أنه يترقى أبداً. صابر اسمعني، ليش ما بتحكي مع الأستاذ إحسان؟ إيه شو فيها إذا طلبت يزيد لك راتبك شوي بتموت؟ الأستاذ إحسان ما نو مسؤول عنا يا مرة، ليك وظف ابننا، فشو بدنا بقى أكتر من هيك؟ وأنا رح لاقي حل بخصوص أنور، أنا ضابب مصاري على جنب وراح ضيف عليهم شوي، وراح اشتري تاكسي بيشتغل عليها بالليل وبالنهار راح يداوم. لحظة بابا، سأل أنور بالأول، بركي ما كان بده يشتغل على التاكسي، برأيي تاخد رأيه بالأول أحسن. يصح له. ايه مثل ما قال أبوك، ايه ما هو أولاده مصاريفهم ما بتخلص وبده يتكبر كمان. خلص طفح الكيل، لهلأ أبوك المسكين كان عم يصرف على البيت لحاله، إيه بس هلأ كبر بالعمر وصار لازم يرتاح بقى، لازم أنتوا الاثنين تتحملوا مصاريف البيت كله. عم تفهم ابني؟ بنته وزوجها كانوا عم بيخططوا لرحلة، قال إنه بدهم يروحوا حلوان الصلحة. إيه؟ كان فيكي تروحي معهم. معقول ما عزمك إحسان يعني؟ بلا، إحسان أصر علي كتير، بس بصراحة أنا ماني حابة أروح، ماني مهتمة أروح مع هدول الحيتين يلي خاربين كل حياتي. بس ما بعرف شو بيكونوا عم بيفكروا. هي بيلا رجعت بعد كم أسبوع بس من زواجها، بس ما حكت معي مرة واحدة بطريقة محترمة. لك شو بدك فيها؟ أنت بس مطلوب منك تهتمي بزوجك، بهالطريقة بتضلي مسيطرة عليه، هيك أنت بتتحكمي فيه، خلص شو بدك بالبقية؟ صحيح، وينو فرهاد؟ أنا ماني شايفته. راح على حارته القديمة، قال مشتاق لرفقاته. رغم إنه الظروف تغيرت بس أنتو تفكيركن ما عم يتغير. لك شو الشي اللي ناقصه لفرهاد أمي؟ لازم يغير تفكيره بقى، نحن وضعنا تغير هلأ. بدي أفهم شو يلي أخده على هديك الحارة، اقنعي إنه يتعرف على ناس جديدة من اليوم. وأنا شو بدي أعمل له يعني؟ لك طلع على لساني شعر وأنا عم حاول أقنعه، بس هو ما عم يسمع أي شي بقله إياه. هالولد أناني وعنيد مثلك، لمين طالع يعني؟ هو مقتنع إنه ما بيقدر يترك رفقاته أبداً، مثلك تماماً، أنت ما بتقدري تتركي وهاج الفقير كمان. ليكي لا تدخلي وهاج بهالموضوع أمي، هو تغير كتير هلأ، هو ما عاد مثل قبل نهائياً. لو تعرفي إدارة الشركة معجبة بشغله وعم يمدحوا فيه على طول كمان. بصراحة أنا ما توقعت إنه وهاج يكون ذكي هالقد، بس لو تشوفي كيف بيتعامل مع الأمور، مو شايفة هالخطة يلي عملها ويلي بسببها تغيرت حياتنا كلها أمي؟ رح تشوفي عن قريب كيف أنا وهاج حنصير أغنياء، ورح تصير ممتلكاته لإحسان كلها يتقلنا نحن وبس. واو، قديش رح تكون حياتنا حلوة. هبلة، هات حلم إبليس بالجنة. أمي لا تخليني أندم أني عم بحكي لك خططي وأحلامي، ولا شكلك مو واثقة ببنتك أنتي. شبكي شازمة حبيبتي، أنا واثقة فيكي بس مو بهداك الزلمة، هاد وهاج ما بينوثق فيه. أنتي عم تضري حالك من ورا توظيفك لوهاج بالشركة، ليش بدك تخسري كل شي بعد هالعذاب؟ لهلأ ما عم بفهم شو رح يفيدك وجوده بالشركة يعني. لك هو شقفة جاهل ما بيسوى شي أبداً، ليش ما فكرتي قبل ما توصفي عندك؟ ديري بالك قريباً إحسان رح يعرف إنه شهادته مزورة، وبعدين رح يقلعك أنت وياه. انبسطي في وقتها، بعد كل هالعذاب رح تعيشي بالشوارع. لك شبكي أمي، مفكرتيني غبية وماني حاسبتها منيح. لا تاكلي هم أبداً، أنت بس ريحي حالك بالبيت واتركي بنتك تتعامل مع كل شي. شازمة أنا أمك، لهيك عم حاول أنصحك مشان مصلحتك مو أكتر. لك ليش بدك تدمري حياتك كرمال هالزلمة؟ والله ما عم بفهم ليش هلأ أنت حاببتي كل هالقد. شازمة يمكن أنت ما بتعرفي منيح، بس أنا بعرف هالزلمة وبعرف كذبه منيح. اسمعيني كتير منيح أمي،
أنا ما تزوجت هداك الزلمة بس لحتى يكون عندي بيت. بصراحة ما بعرف أنتي شو مفكرة. إيه بس أنا ما رح دمر شبابي كرمال عيش مع واحد ختيار، لأ وعنده بنتين، مو حرام جمالي يروح على الفاضي؟ يلي بيهمني بس هو مصاري إحسان وممتلكاته، وغير هيك ما بيهمني. بعدين أنا مو جاي لعندك اسمع محاضرة، أنا هربانة من النكد وجاي. أمي افتحي الباب، صار له ساعة الجرس عم بيرن. إيه فهمنا. وبعدين معك شو تعطيت مرة تانية؟ خلص أمي. تعال لهون لك أنا بورجيك، ما رح خليك تهرب. تعال عمل لك افتح الباب، افتح عمل لك افتح الباب، افتحه. ليش هيك عم تعمل فيني؟ أمي لحظة، إمتى فرهاد؟ إمتى بلش يتعاطى؟ لك ليش ما خبرتيني إنه فرهاد عامل بحاله هيك؟ شو كان بدي لك يعني؟ من وقت ما صار معه مصاري لك أخوكي جن على الآخر. أول شي كان مريض وهلأ صار مدمن. يا الله دخيلك، ليش هيك حظي؟ شو لازم أعمل بحالي؟ ابني راح من إيدي ومو طالع بإيدي شي. يا الله شو لازم أعمل؟ تضرب المصاري وساعتها إذا هيك بدها تعمل فينا. حبيتها ايه حبيتها ومش قادر انسى ضحكتها. اخ
شو قصتك؟ شايفتك مبسوط كتير، حاسة وكأنك طاير بالهواء. ليش؟ عندك اعتراض على سعادتي؟ لك انت بشو عم بتفكر؟ لا تكون مفكر انه احسان بقيمته كلها رح يخليك تتزوج بنته الصغيرة سارة اذا حاولت انه ترضيه مثلا. رح تضل عم تحلم بسارة بالوقت يلي رح تكون مع شخص تاني. خرسي، الحكي ماله طعم بنوب. جيت مبارح البيت بغيابي ولا ما تخبرني. اعتراضك اني جيت ولا اني ما خبرتك؟ على اتنين. وحاج ليش رحت على بيتي وقت كنت انا عند امي؟ شازمة اسمعيني منيح، انا ماني بحاجة لاخذ اذن منك لحتى اروح وشوف رئيسي بالشغل، عم تفهمي علي؟ انت كيف بتحكي معي بهالطريقة هي؟ هي هي الطريقة يلي رح احكي فيها اذا كنت عم تشكي فيني. انت شو كنت مفكرة يعني؟ اني رحت كرمالة لسارة؟ ليلي انتو النسوان بشو بتفكروا؟ ليكي، الأستاذ إحسان وعدني إنه يعطيني سيارة من الشركة. عنجد؟ ليش أنت شو عملت معه لحتى هو معجب فيك كل هالقد وحيجيب لك سيارة؟ وأنا يلي بكون مرته ما جاب لي سيارة لحد هذا الوقت. ليكي شازمة، أنا ما عملت له شيء أبداً أبداً. الفضل كله لإلك أنت شازمة. وهلأ بدي تباركي لي، أنا رح أتخلص من موضوع الأجار. أما بالنسبة للبيت اطمني، رح أستأجر بيت مرتب بس أجاره باليوم 10,000. وليش بدك تعمل هيك أنت؟ بصراحة عم فكر أعزمكن أنت والأستاذ إحسان على العشاء. طول بالك شوي، ما في داعي تستعجل هالقد وهاج. ولا تنسى أنه أنا يلي جبتك على هي الشركة، وأنت رح تعمل يلي بقلك عليه وأنت ساكت. وهاج ما في داعي يكون في علاقة شخصية بينك وبينه لإحسان بالمرة. شبك؟ نحن خططنا مشان نحقق أهدافنا بكم سنة ونطلع برات البلد وما عاد حدا يدرى فينا بالمرة. لك نحن اتفقنا نتزوج برات البلد، ولا لتكون نسيت؟ أنا متذكر وماني نسيان شي، كيف بدي أنسى يعني؟ بس شازمة، أنا ما بوثق بخططك بصراحة لأنه كل يوم بيتغيروا. وبعدين قليلي، شو رح يصير إذا قررتي تتركيني؟ شو بدي أعمل وقتها؟ عندك كل شي، وإحسان زلمة غني كتير وكمان حلوة، بس لو كان صغير بالعمر يمكن وقتها كنتي رح تحبيه. لا، هالحكي مستحيل يصير، لأنه أنا بحب شخص واحد بس ويلي هو أنت وهاج. عم تفهم؟ طول عمري كنت أحلم أني أقضي حياتي معك شو ما كان وضعك، ولكني عم نفذ خطتك لهلأ. شو بدك أكتر وهاج؟ إيه بس إذا حاولت تعمل شي أنا رح دمر كل شي هلأ. إذا أنا حطيت شي ببالي بعمله. والست سارة حتتزوج من رومي وبس، وعد أنا رح أعمل كل جهدي ليكون العرس هاد الأسبوع. وشو أعمل؟ ليش عم تخبريني يعني؟ وهاج، أنا عم خبرك لحتى تطلع هالأفكار من راسك وتعرف حدودك كتير منيح. برأيي خليك مركز بشغلك، عم تفهم؟ حقيرة، رح نشوف مين رح يتزوجها. بوعدك إنه سارة رح تتزوجني. أكيانو تريد دي بنا.